في لحظة شوق جارف كتب الشاعر والأديب الكبير حسين المحضار هذه الكلمات: ما قدر على البعد سنتين وين ما. كتب المحضار هذه القصيدة أثناء زيارته لبيروت مع صديق عمره ورفيق إبداعه الفنان الكبير الراحل أبو بكر سالم بالفقيه، وذلك في العام 1965 لتسجيل بعض الأغاني، إلا أنه بعد انتهاء التسجيل بقي لديهما متسع من الوقت، فخرج الثنائي المحضار وبالفقيه في نزهة. شهد خلالها ما أدهشهما من طبيعة بيروت ومناظرها الخلابة، فطلب أبو بكر من المحضار قصيدة تخلد ما رأياه من جمال. لم يرد الأخير على أبو بكر حينها، لكنه في اليوم التالي أنشده هذه الأبيات: طيف من أهوى أهمال العين والتقل. إذن هذا ما كان يشغل بال الشاعر المحضار في نزهته، وهكذا عرف دائما بقلة كلامه وبراعة تعبيره عما في داخله بأبيات تختصر كل ما يريد قوله. لا ذكرته وكتان الزين والأيام. لقب حسين المحضار بملك الدان الحضرمي وسيد الكلمات وعظيم الألحان، فقد لحن معظم أغانيه بنفسه، إلا أن هذه الأغنية لحنها أبو بكر سالم بالفقيه وغناها عام 1966، وظلت إلى يومنا هذا الرسالة التي يهديها كل مشتاق لمن سكن القلب وغاب عن العينين. شلنا يا ابو جناحين لاعين.